هقول لا لك على طيب حاجه عايزه احكيكوا على حد والنبي والنبي طيب احكي قولي لي يا نوران. قولي يعني انا عارفه حد اسلم عليه جدا هو هيعرف نفسه في باسورد مثلا سيو 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 الباسورد بتاعته لا اله كده الا الله. يعني الناس كلها صفحة على السوشيال العصافير. ميديا اصلا. اه والله العظيم لا اله الا الله ان انت شاء الله خير متخيل الباسورد؟ باذن انا الله. عايزه اعرف انواع حلوة الباسوردات قوي. اللي عملتوها في لا انا حياتك. عايز اعرف عامر، لان مثلا عامر عندك 800,000 فولور مثلا، فانت النهارده لو ماذا لو؟ لا بس انت بس تقولش. انت لا بالعكس انت كده ولا كده مفتوح للناس، يعني انت كده ولا كده البتاع. هل انت ممكن تعمل في يوم من الايام اكاونت مختلف علشان خاطر في خصوصيه في اي حاجه تتعامل تانية براحته يعني؟ تتعامل براحتك اكتر، حاجه انت عايز تقولها براحتك، انت النهارده اكسبوز لناس، فاز بلوجر مثلا انت اكسبوز لناس ممكن في اراء ما تحبش تقولها وفي ممكن حاجات ما تحبش تعملها، بس في حاجات انت تروح مثلا مكان عايز يبقى في خصوصيه ما بينك وبين. ما اعتقدش ان انا اعمل كده علشان مفيش صاحب يتصاحب، مفيش يعني ايه يعني ما بقاش في امان عامه. ايه الاجابه؟ قوي يعني. بص لا هقول انا اللي نبيني يعني سألت. انا اسمي ايه؟ يعني انا هسال يعني مثلا انا ممكن ابقى عامل ممكن ابقى عامل حاجه برايفت لو انا عاملها حتى وهقول ارائي او هعمل حاجه، ممكن برضو لو انا بعمل اصلا مش هبقى بعمل حاجه غلط، ولو بعمل حاجه غلط برضو ممكن حد من صحابي يمسكها عليا ويبتزني بقى يا عم حسام ما يقصدش كده. يعني بنزل اسهر مثلا، لو بنزل اخرج، لو بنزل اعمل الحاجات دي حتى وهنزلها، لا ما انا ممكن انزلها عندي على الاكونت العادي، لان انا حياتي دايما ما بعملش اي حاجه. انا مشهوره على فكره، السؤال ده المفروض تساله لنا انا وراحتك. طيب اسالني انا مشهوره برضه. بيقول حاجه مهمه جدا، بيقول لك ان 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 في الحاله دي هو انه ما دام هو از لونج از ان هو طالعه بشخصه بشخصيته بكل حاجه وما بيعملش اي حاجه فخلاص، يعني انا يعني ليه اعمل حاجه ثانيه؟